امسك كدي. مقتول هواك انا من زمان، مقتول هواك يا كردفان، واحدة من الأغنيات اللي احتشدت بكل المعاني النبيلة والراقية لكردفان الأصيلة واللي رائعة عبد القادر سالم اللي تغنى بها. لكن الغريب في الأمر أنه عبد الجبار عبد الرحمن كتب بالنيابة عنهم أن احنا كنا واحد أو كنا من ضمن المحبين لكردفان، كردفان العريقة والغنية بتفاصيل بها دونا عن كل الإيقاعات الموجودة في كل ربوع الوطن الحبيب، بالرغم من التنوع الكبير الموجود سواء كان في الشمال إيقاع الطنبور وسواء كان في الوسط الأوركسترا أو حتى إيقاعات البيجة في الشرق، إلى أنه كردفان كان عندها تميزة في الإيقاعات ويمكن تعدد الإيقاعات الموجودة فيها اللي بتحاكي بصورة كبيرة جدا إنسان المنطقة. فكان الجراري الإيقاع الهادي الرصين اللي بيحاكي سير الإبل، وكان المردوم والتمتمة اللي بيحاكي بصورة كبيرة يمكن إيقاع سير الأبقار. نحن حنتعرف عليها بصورة أجمل وأوسع، لكن خلونا نقوم بيكم بقومابية ونشوف ونسمع أول استهلال وافتتاح لكردفان الغرة أم خيرن جوا وبرا. اللي بنسعد بانه يكون موجود معنا استاذ موسى شيخ الربع الباحث في التراث والتاريخ والمسرح المتفرد اللي عنده كثير من المساحات اللي وضعها للمسرح، هو المؤلف والكاتب والكثير من الصفات. نحن بنرحب بك كثير استاذ موسى، اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم اخواننا في قناه الشروق، وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون الشروق مشرق ونحن ايضا مشرقين في هذه الاطلاله على تراث الكردفاني، وخاصة نحن إن شاء الله بإذن الله نحن وإياكم أن نتباحث وأن نخرج للناس ما من التراث وهو مقبور عنهم، خاصة عن شباب كردفان وكردفان الكبرى. والمعروف انها هي يعني غنية جدا. خلينا نتكلم يعني يمكن الناس سمعت القومابية، ومعروف انه التنوع الكبير للإيقاعات. طبعا هي كردفان الكبرى هي جغرافيا وطبيعيا مقسمه لثلاثه يعني مجموعات. مجموعه الاباله ودي يسموها ثقافه الخوف او الجمل، وزي ما بيقولوا البيئه تنعكس سلبا او ايجاب في من في الظلاله، فاهلنا في التراث الاباله يعني كله حتى على راس التراث الابالي اللي هو الجراري، والجراري هو نوع من ايقاع الجمل. والجمل طبعا ايوه الانسان بيحاكي الجمل في المشي بتاعه بتاع السير، مرات في الخبه مرات في الكربله، كلها يعني عندها ايقاعات، كما اثبت الخليل بن احمد الفراهيدي اثبت انه للجمل ايقاعات وزنت عليها شنو بحور الشعر. يا سلام. ايوه، فكذلك التاثير الفني بتاع اي زول في كردفان عنده نشاط اقتصادي من حوله يتاثر به وانعكس في شنو؟ في ثقافته وفي أدائه. عندنا هنا ثقافة الظروف هم البقارة أو الناس البقر، وديل أساسا هم يعني جسدوا، خاصة مثلا زي رقصة النقارة البقرة ما مجسدة فيها، مجسد فيها الإيقاع بتاع الحصان. طبعا زي ما قلنا إيقاع الأبالة واللي هو بمثل الحيوان، وهو طبعا معروف الجمل، والجمل ربنا سبحانه وتعالى يعني اداه درجه في القران بيربيه والمتعايش معاه، خلق من الوضعيه بتاعت الانسان المهتم به. وطبعا يا جماعه اي شيء بيرتبط بحب، يعني الانسان اذا ما حب المهنه بتاعته ما بقدر يبدع فيها، فحب المهنه خلق من ان الذين يربون الجمال او الاباله خاصه ان يقلدوا حركه الابل. فمثلا انت زي الجراري دي جا منها ايقاع الجراري، والجراري عنده زي 8 او 9 اولاد.
من الجراري، حتى الجراري ذاته عنده فروع. ايوه عنده فروع. جميل. لانه الجراري وزن على شنو؟ على البحر الطويل. الجراري يعني مثلا زي شنو بحور؟ كلمة بحور عندنا الطويل والرجز والخبب والكربده. والكربده ده غاع يسموه الهزيز. يعني الهزيز ده براد اللي خدر فوقه على شاهي والله والله، يعني الحركه فيه سريعه شويه. اما الجراري ذاك هنا بيكون شنو؟ الجر فيه وفيه الكر ما يسع. الرجل بيمثل شنو؟ بيمثل صوت الجمل فراسه بهدر الهدره دي. اما الناقه بتاخذ شنو؟ الايقاع بتاع. فالمراه بتمثل دور الناقه والرجل يمثل دور الفحل بتاع الابل في السعيه. كده كلمنا برضو بصوره اكبر عن انه الرقصات الموجوده عندكم. نعم. باختلاف المناطق الموجوده في كردفان وفي الابيض تحديدا كلمنا. نعم. عندنا اولا تبادي، اذا بدينا من الجهه الغربيه مثلا مناطق حمر. مناطق حمر من الاغاني هي برضو طبعا الجرار، زي ما قلت لك الجرار عنده 9-10 اولاد يعني في كل منطقه. ايوه في كل منطقه عندها لون وعندها طعم براهو. لكن الحاجه الكبيره اللي بتلمهم هي الجراري. والجراري طبعا هو يغاع الابل. نعم. او البعير. عندنا مثلا هيك عندنا الكدندايه. كدندايه كدندايه وكل زول بيرايه كدندايه كدندايه. في يعني الرقص هنا فيها تختلف. نعم. فيها تختلف. مثلا عندنا هناك العجيله. يا عجيلة بخور صندى شيلة، يا عجيلة يا عجيلة بخور صندى شيلة، يا عجيلة حماري شول ذيلة، يا عجيلة يا عجيلة يا دي من إيقاع الأبالة في غرب كردفان مثلا اللي هم متوقفين لإيقاع الإبل. عندنا هنا من تجي دار الريح نسميها دار الريح. ليه؟ اللي هي مناطق سودري وجبرة وبارة دي تسمى دار الريح. ومعنى وهنا في الحالة دي الأفكار بتاعت النسوان القعدات وأزواج ما في هم في مرابع تابعين الإبل في الجزو هناك بقوم شنو بيطلع عن إيقاعات. يا سلام. عشان كده سموه دار الريح. أي عشان كده حتى شاعرنا بقول شنو الفنان صلاح محمد حسن، دار الريح طاريها مستول المنقة في واديها نشيل الجوز نزقيها ينحاح يطير ما يجيها. فدي إيقاع الإبل. فبعدين تطلع منه أيضا رقصة جميلة اسمها اللبادة. واللبادة دي بتحكي شنو؟ هي دراما، عبارة عن دراما. الدراما دي بتقوم المرأة بتحكي فيها يعني المعاملة في المنزل. والجندر سنسيتيف مثلا بيقولوا خواجات ده طبقوها لنا قبل 500 سنة. موجود عندكم في موجود عندنا متأصل بتفاصيله. بتفاصيله يعني اسمه ممكن اديك نموذج صغير كده. طيب. بيقول واحدة بتقول هو يكبر وانا انجر، هو يود عمي نتحامو على الفقر، هو يسلكب انا بزر، هو يود عمي نتحامو على الفقر، هو يشقق انا اقتل، هو يود عمي نتحامو على الفقر، جنكاب بعض مر، هو يود عمي نتحامو على الفقر، هو يقطع انا انشر، هو يقطع الفقر، ويطق هشاب يدر، ويطق هشاب يدر، بكر تالتي انا مر، هو يحلب انا انصر، هو يا ود عمي نتحام على الفقر، هو جز انا انتر، هو يا ود عمي نتحام على الفقر، هو ينسى انا اطفر، هو يا ود عمي نتحام على الفقر، وهو يجلب انا ادخر، هو يا ود عمي نتحام على الفقر، كان الدنيا بقد عسر لطقروها بالصبر، كان سهل الامر لا فشخر لا فخر، هو يا ود عمي نتحام على الفقر، هو يوم البوش واليسر، يوم البوش واليسر انا نرمو هيكر، هو يا ود عمي حتى فيها فكره تشاركيه كامله كامله لحد يعني. يوم البوش هو يوم العزومه حقت عرس العيال. يا سلام. هي ترمي طبعا من العادات هنا ترمي المراه الكبيره او ام العرسان ترمي. احنا حفزنا انه نحن نسمع. نعم. ما نمشي نسمع ونجي راجعين. جدا كويس. طيب خلونا نسمع ونجي راجعين. نعم. Oh.
يمكن الناس تابعوا من خلال المساحة الفاتت، المرأة الكردفانية من خلال الفرق الشعبية عندها زينة مختلفة، نعم، وعندها تفاصيل مختلفة اللي هي بتلبسها الجدلة وغيرها من الحاجات دي، ويمكن فيها حتى يعني الذهب، فيها نعم الياغوت، فيها التفاصيل نعم دي، فيها الخرز، فيها السوميت، فيها الحاجات دي. كلمنا شوية عن تفاصيل الزينة عند الفرق الشعبية. عندنا أهم شيء المرأة في لما تدخل بقول لها اللعبة، طبعا ندخل الرجل ده بقول اللعبة، إذا دخلت اللعبة وبتدخل بزينة كاملة، والزينة الكاملة عندنا مثلا زمان في الراس في حاجة اسمها الجدلة، والجدلة دي كان بيسووا فيها الناس اللي عندهم مقدرة بيسووا الذهب الخالص، واللي ما عندهم مقدرة بيسووا ذهب العكش، وذهب العكش ده اللي هو اسمه الصيني بس يعني حاجه كده بريق كده. وفي حاجه تانية للناس الاصوات الاقل جهاره بيسووا شنو؟ عشان لازم يحصلوا الرقبه هناك بيسووا حاجه اسمها السلكوك. والسلكوك ده من الفضه، هو عباره عن يعني اشكال يعني هندسيه من الصياغ، بيسووا الصياغ وبربطوها في الراس هنا وبشطوا على الشعر اسمها السلكوك. وفي حاجه اسمها التيله، والتيله دي فيها ذهب، ذهب الجنيه او عيار الف، واهم شيء يكون فيها شنو؟ السوميت. السوميت ده نوع جميل جدا جدا من الاحجار الكريمه بيسووه. وبعدين حتى احنا بقول لك زمان النسوان لما المراه تقوم عندها مفلسه وجايه للبرنامج وما عندها تقول شنو؟ التيله. ايوه فجاءوا بيضحكوا عليها يقولوا الغلبات التيله بتسوي الحيط حيله، تلبس ثوب الحيط تقول انا حاده عشان ميزانيه كمان يا استاذ موسى، ميزانيه كبيره. فلذلك كان بيقولوا الاحتفال عشان يسهروا في مسهر جميل ومشاركه فعاله، اللي اقول لك فلانه جات متحفله، يا سلام جات شنو؟ متحفله. جات متحفله تجيب بس الكوك، وتجيب الخرز، تجيب الساو والاساور وبالوساق وبالحجال وبالشنيف. الشنيف ده هو قشه، هو زمام لكن ابو قشه، وفي الزمام ابو شولق بيكون من هنا في الرشمه دي، ما الرشمه هو زمام ابو رشمه، هو ده هو نفسه يعني نفس الرشمه والشولق هو بنطي هنا. والشنيف هو عباره عن قشه هنا، حتى يقول نقول شنيف راح في تبنا كسنا غلبنا، شنيف راح في تبنا كسنا غلبنا، الشنيف قصدي بقول لا هو العايده دي. فدي دي من قال ولابس التبراكو عندها مناسبات أيوة عندها مناسبات. أي واحد العرش عنده لبسة براعة أيوة والختان وطبعا يا جماعة الختان نحن نحتفل لنا إلا بختان الذكور يعني ما عندنا ختان ما الناس. في ختان الناس الناس ما عندنا يا سلام. احتفال به وما عندنا، وعندنا احتفال بحاجة اسمها الربعنة. الربعنة دي العرس لما تم الأربعين. طب نحن ما نحتفل هسي رأيك شنو نحتفل هسي؟ جدا ممكن نحتفل. طيب خلونا نتابع واحدة من الرقصات الاستعراضية ونرجع نتواصل معكم مرة تانية، ما تمشوا بعيد. ادعوا القلب المحير.
دكتور موسى أو أستاذ موسى شيخ الربع والباحث في التراث والتاريخ والمسرحي والمؤلف والكاتب. بنحييك مرة تانية، أهلا وسهلا بك، ولسه متواصلين معاكم متابعينا من خلال السهرة دي والسهرة المتميزة اللي جابت بينا وطافت بينا كردفان بكل أطيافها، كردفان الكبرى شمالا وغربا. ويمكن نحن أنا من خلال التجوال ده استوقفني يعني إنه الرقصات ذاتها مختلفة ودلالاتها مختلفة وتفاصيلها مختلفة. يعني احنا لما ننتقل من السبار للشقلاب لعجيلة، لما تجي حتى البقار عندهم رغيسهم براهم السير الرب الطنبور، دي كلها يمكن رقصات وعندها دلالات. طيب كده كلمنا، احنا تكلمنا يمكن عن الأبالة وتكلمنا عن أهل الدار اللي هم الغنامة، خلينا نمشي للبقارة. الرقصات ودلالاتها وتفسيرها، ودي ممكن تدينا فيها مساحة جدا. اولا تبادي زي ما قلت لك، البقاره الناس بيفتكروا يقول لك انا جنسي بقاري، مو ما جنس، لكن البقاره هي مجموعه قبائل تهتم او تمتهن مهنه رعي البقر. الابقار يعني البقاره، كل من يربي البقر يعني. طبعا هسه الناس ميزوها عناصر معينه، لا، لكن احنا عندنا في كردفان اي زول هو عنده بقر نحن نعتبره شنو؟ بقاري او مهتم بشغل البقر. البقر ذاتها عندها طقوس، اي عشان البقره دي عندها طقوس من المخرف والمصيف، هي بتعرف يوم المطر تدق هي طوال خلاص من وجهه اضنينا شمال ثاني خلاص ما بتقعد. المطر هي دقت، معناها هنا في ذباب في المنطقه دي، والذباب البقر ما بتحمله، بيجوا منطقه شنو؟ بيجوا الشمال، بيجوا لشنو؟ المخرف، هناك المصيف وهنا المخرف. هنا في اللحظات دي بتحصل فنيات جميله زي ما بيقولوا، فنيات الانتقال. اي فنيات الانتقال من منطقه لمنطقه. أيوة. ومن فصل لفصل. طيب اضل ضليل دلوني فوق انقيل، الله والرسول دلوني فوق انقيل، اضل ضليل. دي المره بتكون راكبه في التور، اي والحارة تسخن عليها، بتقوم بتغني الغنى ده فبتستميل قلب الرجال، طبعا الرجال حامسين دارين يمشوا طوال. أيوة. لكن لا، اضل الضليل دلوني فوق انقيل، بقوموا بينزلوا بخطه ولا خط المرحال ويتحركوا ثاني اليوم الثاني يمشوا قدام. فهنا لما يقعدوا عندهم من الحاجات الظريفه جدا، هذا كان عن اشخاص وادب البقار. ايوه، تناول فيه القضايا مختلفه. يعني مثلا زي جبال الحكامه قالت شنو؟ قالت انا ما بشكر سيد الخمسين ولا بشكر ولايه كريم في العالم. بتشحذ الهمم في انه هناك والاولاد. ايوه، والحمايه وحمايه العرض وحمايه العرض كده، بتتكلم في حاجات دي. فما يعني ما كانت جلسات، وخاصه بتقول لنا الحبوبات. الحبوبات دي كان عباره عن عنصر بتاع جهاز او يعني توجيه معنوي. جميل. ايوه، بور النار والجنه، ويعني كان عندهم علم فطري بوربوا الناس. يعني لو ما الحبوبات ديل كان الناس يعني رجعوا بقوا وسنين ساكت، هم بيقعدوا بيرتاحوا بيتكلموا مع الناس. ايوه بيتكلموا. أيوة، يعني ايوه الحبوبات بيكلموا. أيوة بعد كده بيواصلوا مسيرة. ايوه بيواصلوا المسيرة كشغل ثاني. فعندهم اغاني جميله جدا، والاغاني دائما بتحكي شنو؟ البيئه بتاعتهم، خرير المياه. هي اخف شويه يعني من أيوة الاغاني بتاعت الابقاله. ليه؟ لانها مربوطه بايقاع الحصان. الحصان مهم، عنصر مهم مع البقاري او مع سيد البقر. اذا فرت او تور هرب او هناي ما برجعوا له شنو؟ الحصان. والحصان ذاته كرمز للقوه، والحصان كرمز ل... وطبعا زي ما اذا صح انه احنا البقاره دي جينا من اليمن ولا جينا من الجزيره العربيه، الحصان العنيد والرجل بركض بشكل الحصان الجامح. حتى الايقاع الايقاع. ايوه الايقاع بيختلف. ايوه الإيقاع بيختلف. فلذلك المرأة بتمثل دائما العنادة، زي ما قال الشاعر شنو؟ قال من زمن بعيد حوا زايدة في عنادة. فهي بتمثل دائما، الرجل بتاعها بيمثل العنادة، أما الرجل بيمثل الجموح والاندفاع وكذا. فالأزياء ذاتها زينة الرجل وزينة المرأة. أيضا الحصان أو الحصان بيزينوه زينتين، زينة السيار وزينة شنو؟ الحصان الجامع. يعني دبره ودبره. أيوة. دي تفاصيل. أيوة. دي تفاصيل. دي أيوة. طيب السيار دي فيها شنو والثانيه فيها شنو؟ السيار بكون فيه يعني زينه بسيطه، واغلبه بكون فيه حاجات مسمى بالقرد وكذا، مصنوعه من الجلد والودع وكذا، دلاله عن حزام هنا والقوه. فاما المحفل اللي بتمثله المراه في الحصان العنيد اللي هو شنو؟ السكسك.
و انا عاوز اسال برضو في النقطه دي، من انه في حاجات يعني احنا تابعناها في مناطق مختلفه يعني بتكون عندها برضو ايقاع. نعم. يعني هم ممكن تكون عندها ايقاعات الحصان ممكن تتربط فيه، وحتى الرقصات بتاعت الكمبله او غيرها في مناطق مختلفه دي بتكون عندها ايقاع مختلف بتاع يعني بديك نغمات نغمات بديك يمكن تفاصيل مختلفه. هل الحاجه دي برضو منطبقه هنا وموجوده عندكم؟ ايوه يعني. لا الكمبله هم تميزوا بها اهلنا في جنوب كردفان، اهلنا النوبه الصبوري واللوغوري والميري، هم تميزوا بالكمبله لانهم رعاه مستقرين مرتبطين الحاجه بالزراعه، والتور ده اللي بيلعبوا بقرونه ده هو بيمثل لهم عنصر هام في المحرات، فلذلك الحركه بتاعته بتاعت الوطا وهنا بربطه في رجلينه وهنا والقرون. الحاجه دي ما موجوده هنا؟ لا هنا في الشمال ما عندنا، ما في الا في مناطق هي الأطبيب. بتكون زينه عاديه يعني زينه عاديه ما فيها اي نوع من انواع الايقاع، هم بيستوحوا من أيوة. بيستوحوا من الطبيعة، لكن برضه في زينه في زينه لازم الزينه اللي بتتلبس اصلا الزينه بتتلبس اي اي حتى النساء في غنى الكمبله بيشيلوا شنو الزنب ده زي كان هي بتمثل البقره والرجل مثل التور يعني ايضا في هناك، وهم مزارعين وفي نفس الوقت بقار او اهل بقر يعني. لكن في ناحيه ما بعيده عن كده لكن يعني المنازل اللي هي في مشاركات حتى نوع الغنى اللي بتغنى نوع الايقاعات اللي ممكن انت تمشي به لمناسبه بيختلف من واحده للثانيه. نعم. كلمنا عن المنازل. المنازل دي عندنا في المناسبات. والمناسبات مرتبطه دائما بالموسم او اخر يعني الانتاج، بقول الدرت عندنا في الدرت خاصه الدرت ده اللي هو شنو موسم الانتاج والحصاد، وبعد زي ما بيقولوا الناس حتى بقول لك عزومه الدرت فتنه، الناس بيقولوا شبعانين والناس هنا بيها قروش وبيدفعوا قروش كويسه ومسا يعني زي دول دار يعرس في اي فصل يقول لا عرسنا وين؟ في الدرت. هاي في عرسنا في الدرت بتقوم بيجينا قرى، الغرب بتجينا مثلا انا عرستها في هذه القريه اديها مثلا الف، بيجينا في ناس الف وباء وجيم ودال، والغرى الثانيه بيجوا بغناهم وتراثهم وبتفاصيل بتفاصيل حتى لبسهم ايوه لبسهم في بيجوك ناس نقاره، في بيجوك ناس كمبله، في بيجوك ناس كرنج، في بيجوك جماله، في بيجوك ناس دار، كل ناس بلبستهم وكل ناس شايلين ايقاعهم. جميل. والناس ديل بيجمعهم بعدين بعد ينزلوا في المنازل يكرموهم. عندنا حاجه هنا العريس بيطلع فيها اسمه قطع الفرع، وقطع الفرع يعني مثلا دي من الحاجات الطقوس انه بتوري قوه العريس، يشد له فرع من الشدره وضربه واحده يقطعه، زي ما زمان الناس كان يعني بيقولوا ضرب صوت هو قوه التحمل، لكن انا اعتبر احسن قطع الفرع دي هي اللي بتثبت القوه. ففي اللحظه ديك بيقوموا شنو بيجوا كلهم وزي ما قالوا بينقص في الحكامه، بقعد في العنقريب المسمى بعنقريب الجرتك. في ايقاع محدد في الحته دي يعني طالما انه هو طقس من الطقوس المفصليه في الزواج عندكم؟ نعم. ففي نوع من الايقاعات المحدده اللي بتتغنى في المنطقه دي تحديدا؟ ما عندنا ايقاع، لكن عندنا شنو البنينه مثلا. هاي بنا بنا نبينا وبدا بينا بينا واحمد نبينا ويا بنينا تسلم يا عشائي واخوانك يدخلوا نحاسك رطن خيلك حرب سم نجاتك بجن من الشام واليمن غنوا شكريه الليلة يا زينة عريسنا قد الفوق عزة زينة كفايا الألوف يوم الألوف تجينا كان انقطع العيش بالرز بكفينا بالرز بكفينا غنوا شكريه الليلة يا راسي وقولي تاج ذهب المطار خطوه فوق راسي جدك والد ابوك بطيع العاصي وابوك تلبن فوق حمول راسي دي البلد حقك. يا سلام يا سلام. احنا حنستريح برضو في واحده من المساحات الفنيه القادمه مع الفرقه. مرحبا بكم وحبابكم، خلونا نسمع ونرجع. Okay.
يا سلام جميل. نحن والله كل مرة بنستمتع بحاجة مختلفة وحاجة متفردة ومتميزة من خلال التراث الكردفاني الغني والثروة اللي كل مرة بدينا يعني طعم جديد ونكهة مختلفة وحاجة متميزة. يعني في مفهوم التأثير والتأثر العميق بين الثقافات الكردفانية، سواء كانت فيما بينها في داخلها أو على نظيراتها من الثقافات المختلفة. يمكن أنت قبل ذكرت لنا الجلابة نعم وأدب الجلابة ودلالاته. الجلابة هم منو وشنو الحاجات المرتبطة بهم من خلال التراث؟ طيب الجلابة هي زاجينا، هي مهنة التجار الذين يجلبونه. نعم يجلبون التجار، والتجار كانت بتجي من الشمال، وفيها 5 قبائل بيقولوها قبائل الجلابة. أولهم الهوارة، أول هواوير، جزء من الهواوير هوارة، والركابية والضناقلة والمحس، وعلى ما أعتقد الجوابرة. 5 دي جات في كردفان هنا، كان يعني شغلهم زراعة بساتين، زراعة البساتين، ودول دخلوا الخضر والفواكه في منطقة كردفان، ودخلوا أيضا الميزان في أدب الجلابة. لكن كلمة الجلابة أصلا ارتبطت بقبيلة واحدة، يقول الجلابة الهوارة يعني، لكن هي 5 قبائل. فالجلابة هوارة عندهم أغاني خاصة، عندهم إيقاع مختلف. نعم مثلا زي الأردو، وعندنا زي الأندلسي أو المندعوسي، والمندعوسي مسجل عندنا هنا إن شاء الله بعدين نسمعوه. وعندنا من الأغاني، خلي الشباب ديل بعد شوية يقولوا لنا وانتزاتكم معاهم إن شاء الله. طيب. وبعدين من ذلك بقيت القبائل الثانيه اللي هي ارتبطت بشنو؟ الاغاني. طبعا زي ما قلت لك الاغاني في هناي مربعات، لكن ادب الجلابه فيه غنى طويل، مثلا زي اللحن. اللحن ده صفه لحاجه، مثلا عندنا المراه ما بنوصفها الوصف الحسي، لكن نسحبها هي ونرمز لها باحد لوازمها، زي مثلا زي البرتقال. اذا قال لك البرتقال معناتها المراه الصفراء، كان قال لك الليمون معناتها المرأة الخضراء. لما نزل يعني رمزيات، الرمزيات بنغني للمرأة بالرمزية. ايوه، فلذلك ده سمي أدب شنو؟ أدب الجلابة. طيب إيقاعاته كيف؟ يعني احنا يمكن حكينا في بصورة كبيرة، كانت بيئة الأبالة هي قريبة لغناهم، كانت بيئة البقارة هي قريبة لغناهم. الجلابة أو أدب الجلابة عموما إيقاعاته ممكن تكون هي أقرب. ايوه، إيقاعاته مثلا عندنا حاجة اسمها الأرضو والأندلسي والمندعوسي، وعندنا من الإيقاعات زي الجواب، مش الجواب، اللحن، وزي اللي قلت لك هسه قبل شويه ده، وامهاجه. دي اغاني بتختلف من ايقاع البقاره والاباله والدهر. اي، فممكن نستمع لها ان شاء الله. طيب نحن قبل ما نستمع لها، انا عاوزه نقطه مهمه شديد في الحته دي. يعني طالما انه هم جو من برا وقدروا انه هم يقعدوا في كردفان ويخلقوا لهم ايقاع خاص، ده بالضروره معناها كردفان هي ادت مساحات لانه الناس تقدر تقعد وتتعايش فيها وتخلق انواع مختلفه من انواع الايقاعات. مدى التاثير في الاخرين ومدى التاثر بالاخرين برضو، هل نعم. طال الموضوع ده رغم انه كردفان ظلت محتفظه بايقاعها الاصلي، لكن طال بعد التغيير في بعض الايقاعات. نعم، هي كردفان تاريخيا، يعني هي تاريخيا اولا تبادي هي بلد وسعت الجميع. هي كانت بلد سلاطين وممالك، فيها مملكه الاجن اللي هم نوبه كواليب، نوبه الشمال، شمال الشيخ يعقوب ود مجلي بالرحله بتاعته من الشماليه، وجو فيها زي 9 قبائل اللي هي البديريه من الدبه، وبعض القبائل جات زي 9 قبائل لما جات دي جات بثقافه من هناك، وجدت نفس الماء فقاموا سووا حاجه اسمها المرابعه، اترابعنا يعني بقت حاجه مدموجه. ايوه، يقول لك ده ربيعي، والربع هو عندنا هنا معناته العشيره المختلطه من القبائل. فصاروا الزواج كان هو جعل النسيج الاجتماعي في كردفان، انه ما يكون عندنا قبيله، عندنا حاجه اسمها شنو؟ مترابعين. انا اسف شيخ ربع، مش شيخ ربع، مو شيخ الربع، والربع بتاعي فوقه مجموعات من القبائل. انا ذاتي والـ9 قبيله يعني، ما شاء الله. وبعدين احنا بقول لك ود الخلطه ما فوقه غلطه، ولو جات فلته. طيب نحن حاسين سمعنا كله ما فيه غلطه. نعم. نسمع ثاني ونجي راجعين ان شاء الله. نسمع من ادب الجلابه، نسمع نموذج اللي هو اللحن. اللحن زي ما قلنا لك نسحب المراه ونرمز لها. نسمع البرتغال رايح. البرتغال جدا. طيب أيه. خلونا نسمع البرتغال ونجي راجعين.
جميل جدا. يعني الآلات الموسيقية والإيقاعية يعني المختلفة الموجودة في كردفان وتحديدا في شمال كردفان، ممكن في كردفان ككل هي أكثر من 40؟ لا لا، في كردفان الكبرى أكثر من 300. 300 نعم. لكن الأربعين هم الموجودين، أو 40 أو 48 في شمال كردفان. في شمال كردفان نعم. طيب خلينا نتكلم بالتحديد عن إيقاع الدنقر. نعم. يعني واحد من الإيقاعات المميزة الموجودة في شمال كردفان، فكلمنا عنه، عن تفاصيله، عن مناسباته، عن طريقته ذاتها، عن اللي بتطلع منه، الآلات اللي ممكن نستخدمها معه، كل الحاجات اللي عندها علاقة به. جميل. الدنقر أولا تبادي جاي الكلمة ذاتها هي من يعني دنقر، ومن قبل أخونا الوزير السابق خالد الشيخ حاج محمود. نعم. وانا وهو عملنا بحوث في الشغلانه دي، اخذت اكثر من 3-4 سنة الى ان جبنا المنبع بتاعه والمجرى بتاعه ذاته. واصله هو مشترك بين كردفونج، كردفار والفونج، دوله كرد يعني دوله كردفان ودوله الفونج. نعم. لانه التمازج حصل من هنا في النقطه. يا اذا رجعنا حركه المسبعات. نعم. قالوا من كردفان هنا فات انضمه لمنطقة سنار، وكان وقتها باديه أبو شلوخ على ما أعتقد. وفي العام ذاك 1571 كان هناك يعني مجموعة من كردفان هنا فاتوا من بعض القبائل، فاتوا هناك على أساس أنه يتضامنوا مع أخوانهم لمقابلة الحبشة في معركة كان بقودة ولد والدالول، ودي معركة كانت بين بين السودان في زمن فونج وزمن منريك هنا، فانه اهلنا هنا فاتوا يناصروهم للمناصره. فلما فاتوا للمناصره ودى السلطان محمد طلع الايقاع. لا، السلطان محمد لدغ ثعبان. نعم. فقال الثعبان اذا نمت، اذا لدغك بالليل ونمت السم بيطلع في عيونك بعميك، فلازم يكون شنو؟ يكون في حاجه. قالوا إذا دقينا النحاس الناس بيشدوا الخيل بيجوا شنو؟ بيقولوا الحرب جات. وإذا غنينا يمكن نقول ذاته ينعس شنو؟ المتلقي أو المستمع ده. فقاموا يا ناس كردفان عندكم شنو؟ قال لي عندنا حاجة اسمها دنقر. فقاموا حفروا في الوطا يعني حفرة كبيرة كده، وكبوا فيها موية وكفوا فيها كاسات القرع. فبدوا شنو؟ يدقوها بإيقاع. فهذا الإيقاع شد شنو؟ شد الأمير ود السلطان بادي شداه. عليكم والله وروني العالم وادعوا الله حس الدنقر طلع برا يا جلاب عليكم والله وروني العالم وادعوا الله يلا يا بنات المتورات دولتي كان جاتي. فهي الايقاع ماخوذ يعني مولد من النحاس. هاي وبيختلف صعودا وبيختلف صعود وهبوط. ايوه فعلا. لما نصيحة لما اليوم الثاني جاء شنو؟ جاء الطبيب وربنا شفاه. فقام السلطان محمد او الامير محمد السلطان بعده قال لهم اللي قاعد اسمه شنو؟ قال لي اسمه دنقر. قال لهم سموه دنقر وانا محمد دنقر. يا سلام. عشان كده هسه بقت شنو؟ قال لك ضربوا دنقرهم جون العيال مارقين. فاستخدم الدنقر لكل شنو؟ ايقاعات الفرح هنا. فكان بدل الحرب النحاس، النحاس للحرب. والنحاس ايضا لاشارات شنو؟ استقبال. ولكن اشارات الفرح عندنا شنو؟ الدنقر. الدنقر. انا الدنقر هنا بستعمله في الاغاني بتاعت شنو؟ بتاعت كسر الريحه اللي هي تجهيزات. عندنا 32 طقس للعريس والعروس. جميل. اي فيها كسر الريحه وشك العيش. اي طقس بتستخدمه له هو. ايوه من الايقاعات. من الايقاعات. ايوه. طيب. مثلا زي عندنا زي شك العيش، وشك العيش شنو؟ طبعا زمان ما عندنا قشارات ولا عندنا عشان يطلعوا كسره العرس، طلعوا ابيض ونظيفه. يقوموا بدقوا مثلا العيش هناك دي، ويقوموا الشكه دي مع ما كان في الاباله، وزي ما في البقاره اللي عندهم. نعم. برضو اهل الدار اللي هم الغنامه عندهم ايقاع براهم حتى في المواسم، بس عندهم في دق العيش وفي. نعم. التزريه وفي غيره. ايوه. هسه الايقاع ده، ايقاع الدنقر ده هو تركز وين؟ الناس الدار، عند اهل الدار. عند أهل هو الدار. نفس الايقاع. ايوه. واهل الدار طبعا يعني زي ما تقولوا منعكسه فيهم ثقافه شنو؟ تربيه الدواجن وتربيه الاغنام وكذا، سموهم الغنام او اهل الدار. اهل الدار، اهل الدار ده طلع منهم ايقاع ثاني اسمه ادب الجلابه. وادب الجلابه طبعا ادب الجلابه بيكون فيه اغاني متصله زي اللي هي طلعت منها الحقيبه ايضا. اي اخونا خالد الشيخ تتكلم في الكلام ده. جميل. اي فادب الجلابه اللي هو طبعا زمان الاغنيه اللي هي دو بيت، اربع بيتين من 4 مقاطع.
لكن لما جاء دبل الجلابة جاء شنو؟ جاءت الأغاني الطويلة يمكن بعدين إن شاء الله في نادس يعرفوها عننا. طيب يعني غنى المواسم تحديدا في الزراعة. نعم. الزراعة برضه عندها طقوس بيجيبوا لها أغنيات وعندها إيقاع مختلف. نعم. تكلمنا شوي عنها. عندنا مثلا عندنا هنا في عندنا إيقاع اسمه السلوكة. إيقاع السلوكة ده لما يجوا الناس في النفير كده كلهم يقول يوم أول يوم الرباط يربط البلاد عشان في التراب عشان يكون في حماس. طيب. هاي. كيف بطريقته كده دينا نموذج منه برضه. نموذج لإيقاع السلوكة. قومي يا ابني جيبي لي عيش لحبيب جاي قومي يا ابني قومي يا ابني. بعدين الشباب يقول لا هي بتحكي الزراعة ذاتها يعني انه أيوة. الحريص أيوة. شنجن نجي جاكي وشن عفريت تجي جاتيك حرم تاكليها شنجن نقدر في الحش للنظافة هاي يعني كلها بتحاكي التفاصيل بتاعت الحياة اللي هم بيعيشوها. نعم. وفي قطع العيش ايضا زي ما قبل قالت هناك في اللي بعدها قالت له هو يقطع وانا انشر. بعدها هنا يكون الشغل الانفرادي بين او الشغل شنو بعدها الاسره المراه والرجل الجندر هنا بيقطع وهيك. طيب نحن ما نقطع نمشي هون يا رايش جدا كويس. طيب خلينا نقطع نواصل معاك ان شاء الله بعد ما نمشي الرقصه القادمه او حتى واحدة من الاغنيات ونرجع نتواصل معكم مره ثانيه. معلاوي يا معلاوي معلاوي يا معلاوي اذا عيون نجوم سما والون عيون سماوي اذا عيون نجوم سما والون عيون سماوي باسمه سبحت الله وباسمه صبر لله. معلاوي يا معلاوي معلاوي يا معلاوي اذا عيون نجوم سما والون عيون سماوي باسمه سبح لله وباسمه صبر لله والله يعني ارتجت شعاب الجبل بجمال التراث وبجمال الإيقاعات وبالتفاصيل الجميلة والمختلفة وارتجت دواخلنا كمان يعني ودندنت ورنت من خلال في محور أخير نتكلم عن رسالة كردفان للسودان. طالما إنها هي كانت وعاء جامع طالما كانت منبع برضو مش غير إنها هي كانت وعاء وجمع شتات من ثقافات مختلفة وكان فيه التعدد هو قاسم مشترك هو برضو كان مساحة من خلالها انطلقت وكانت نبع يمكن رفد السودان ورفد حتى الخارج يعني كانوا في سفراء من الفنانين اللي كانوا في كردفان وخرجوا لخارج كردفان ونشروا الثقافة الكردفانية. في محور أخير هي رسالة امتنان وتقدير لكل الفنانين والشعراء اللي كانوا من كردفان واللي وصلوا رسالة كردفان كاملة للعالم وللسودان. والله كردفان السودان هو افريقيا المصقره كردفان وكردفان هي السودان المسقر. جميل. احنا في كردفان ما شاء الله زي ما قلت لك ما عندنا قبول الاخر لان احنا قمنا على عقائديه والعقائديه بتقول يحبون من هاجر اليهم هذا في القران. يعني هسه نحيز البهاجر الينا ها بلقى عندنا ثلاثه صفات كمشى معانا فيهن بكون كردفاني اصيل لو جلينا. والدليل الواضح على ذلك عندنا أسر أوروبية هنا في هنا صارت كردفانية أصيلة أسر أوروبية في كردفان أخذت الثلاثة شروط دي أخذت الثلاثة شروط اللي هو إحنا. القدم والإيد واللسان. قدمك مع الناس محل ما أخذته قدمه في فرح في كره أنت قدمك معهم مجامل أيوة. إيدك
كان في نفير بايدك وكان في دفع بايدك فوت الكلمه زي ما قالوا. جميل. احنا ناس مستسامحين جدا جدا لهم التحيه. أيه. والله كلهم وتحيه خاصه لكل فنانين كردفان اللي طلعوا كردفان من حيزه لكل العالم وخلوا الناس تجوكم من برا ذاتهم هم يقدروا يجوا ببعض بنظره يعني لكردفان وبحب وود وتفرد. شكرا لك كثير استاذ موسى شيخ الربع الباحث في التراث والتاريخ والمسرحي والمؤلف والروائي. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير. شكرا لك كثير. نحن حنختم بمساحة أخيرة مع الفرقة. أول حاجة أنا عاوزة أحيي الفرقة كلها بكل المشاركين فيها. شكرا جزيلا لكم يا شباب على التفرد والتميز اللي احنا لاقيناه منكم. وتحية خاصة تحية ود واحترام وتقدير للتراث الكردفاني الجميل، للتفاصيل السمحة، للتنوع الثر، لكل المتعة اللي احنا أخذناها. تحية خاصة لكل الفنانين الكردفانيين، لكل الشعراء اللي رفضوا مكتبة التراث السوداني والأغنية السودانية بجميل الأغنيات واللي كانوا مرآة عاكسة لمجتمعاتهم عبر الشاشات وعبر المساحات المجتمعية ككل. لكم التحية متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. حاولنا نقدم لكم واحدة من المساحات الكردفانية من الكردافة الناس القيافة. لكم التحية في أمان الله. Shortana.